نهاركم سعيد. بدي اعمل لكم وصفة الشاورما بفيديو قصير، الشاورما المنزلية الطيبة، شوفوها بالفيديو. مقادير الشاورما المنزلية: بدنا تقريبا نصف كيلو من صدر الدجاج المقطع الى شرحات رفيعة ومن دون عظم. بعديها راح اضيف ربع كوب من اللبن، ومن ثم ملعقة كبيرة من الثوم المهروس، كمان ملعقة كبيرة من الخردل، بدي أضيف ملعقة كبيرة من بهارات الشاورما الجاهزة، نصف ملعقة من الفلفل الأسود، ملعقة كبيرة من الهال المطحون، ملح حسب الرغبة، بدنا عصير ليمون ملعقة كبيرة كمان، وكمان خل أبيض أو أحمر ملعقة كبيرة، ملعقتين من زيت الزيتون. والآن بدنا نخلط هاي المقادير ونتركها أقل شيء 6 ساعات كنقع، وأقصى شيء 24 ساعة، وبعدين نشتغل فيها ومنجهزها. Thank you.